اهلا بيكم في قراءة اختار كارت. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض دلوقتي اختار كارت رسالة من شريكك. القراءة دي هتكون بحروف اسمه. هنشوف رسالته ليك ايه اللي مش قادر انه يوجهك بيها في الواقع، وهنشوف هو عايز يقول لك ايه، وهناخد كمان كروت الملائكة، كروت ملائكة الحب. فاتمنى ان القراءة دي تفيدكم ان شاء الله. احنا معانا 3 مجموعات. اول مجموعة الحجر الأزرق أو الكروت دي أو الحروف اللي في أول تعليق هتكون طبعا حروف الشريك. تاني مجموعة الحجر الأحمر أو الكروت دي أو الحروف اللي في أول تعليق. تالت مجموعة الحجر الأخضر أو الكروت دي أو الحروف اللي في أول تعليق. هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ على طول إن شاء الله. اوكي، خلينا نبدأ بأول مجموعة. الناس اللي اختارت الحجر الأزرق واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق خير إن شاء الله. خلينا نشوف. بسم الله. طيب، ده انت في طاقة اللافرز على فكرة، طاقتك جميلة قوي. يعني انت شايفه توأم روح بتحبه بشكل كبير، وشايفه ان هو توأم روحك، هو الشخص اللي بيحقق لك التوازن. كمان في طاقة جسدية هائلة كبيرة ما بينك وما بين الشخص ده، وما بينكم انجذاب عالي كبير. يجوز دلوقتي في زعل ما بينكم او حاجة او في تاتش حاصل ما بينكم، لكن انتوا الاتنين بتحبوا بعض بشكل كبير وفي عندكم اشتياق كبير. هنا طلع لك ريتريت، وهنا بيقول لك عبر عن حبك. ممكن انت تاخد الخطوة الاولى للتعبير عن الحب لو تحب ده. انت محتاج ان انت تعبر عن حبك. انت بتحب الشخص ده بشكل كبير وعندك تعلق شديد بيه، هو كمان بيبادلك نفس التعلق ده. انتوا الاتنين بتحاولوا ان انتوا تكونوا متوازنين، بس انا بشوفه متوازن اكتر منك. يمكن هو اللي قطع او هو اللي بعد او هو اللي اخد قرار القطيعة ده لانه كان محتاج يتوازن، لكن مش معنى انه بعد انه هو مش عايزك او مش بيحبك. هو بيفكر فيك كتير جدا وبيتخاطر معاك زي ما انت كمان بتفكر فيه وبتتخاطر معاه، وفي حب قوي وكبير متبادل ما بينكم انتوا الاتنين. طيب، انا قلت الطاقة دلوقتي، خلينا نشوف بقى رسالة الشخص ده ليك ايه. رسالته ليك ان هو مفتقدك قوي وبيفكر فيك بشكل كبير، يمكن مكتئب كمان ان انتوا ما بتتكلموش، وبيتخاطر معاك بشكل قوي. فلو بيجيلك رسائل من الشخص ده فده تخاطر فعلي هو بيبعته لك، ولو انت بتبعت له رسائل او بتتخاطر معاه هو بيقول لك الرسائل دي بتوصلني وانا متواصل معاك جدا وبفكر فيك بشكل كبير وبشعر بالحزن ان انا مفتقدك. يمكن انا غلطت او كان في طرف تالت او في قطيعة ما بيننا، لكن بيقول لك انت يعني محبكها حبتين وواخد مني موقف قوي. يعني محتاج ان انت تلين دماغك شوية وان انت تحن شوية، لانه شايفك مستقوي القلب عليه وبتفكر بالعقل والمنطق تماما ولاغي المشاعر يعني بشكل كبير. فشايفك ان انت عقلاني قوي زيادة عن اللزوم، ماشي بالمنطق وبالعادات والتقاليد ولاغي قلبك تماما. فبيقول لك يعني محتاج ان انت تحنن قلبك عليه شوية، وبيقول لك انا بحبك بشكل كبير وعارف ان انت كمان بتحبني، لكن انا ما اقدرش اقول لك ده لان انا شايفك مش مديني الفرصة ان انا اعبر لك. علشان كده طلع لك هنا express your love، محتاج ان انت تعبر عن حبك وتبين للشخص ده ان انت بتبادله نفس الحب ونفس الاهتمام. مش لازم حتى تروح تكلمه بشكل مباشر، ولكن على الاقل تلمح له، لانه هو شايف ان انت ماسك له السيف
وان انت قافل تماما، وان انت مش عايزه، وان انت واخد منه موقف ومختفي من حياته. فشوية محتاج ان هو يحس ان انت لسه على الاقل مهتم بيه. يعني مش لازم حتى تروح تقول له انا بحبك، بس محتاج يحس انه على الاقل انت ما زلت مهتم بيه. خلينا طيب ناخد كارت من الانجل انسر للنصيحة. خلينا اقول لكم الابراج الموجودة في برج الجوزاء، برج الميزان، برج الحمل والعقرب، الدلو والحوت، طاقات هوائية ومائية وترابية، اقل حاجة النارية. هنا بيقول لك تثق بان انت تستحق، وبان انت اللي عايزه هيكون، ويعني كل شيء انت عايزه هيتحقق ان شاء الله. حاول بس انت تركز طاقتك على نفسك، تحدد انت عاوز ايه، وتبتدي تجذبه لنفسك وتاخد خطوات في سبيل تحقيقه. يعني محتاج ان انت تعمل ده. ده كان بالنسبة لكم المجموعة الاولى، الناس اللي اختارت الحجر الازرق. لو عجبتكم القراءة دي وحابين تكملوها بقراءة خاصة، هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف، ابعتوا على الواتساب. وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده، ونروح بعد كده للاختيار التاني، الناس اللي اختارت الحجر الأحمر واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف. خير بإذن الله، بسم الله، أوكي، انتوا زعلانين ليه المجموعة التانية؟ انتوا زعلانين وعندكم اكتئاب، حاسين ان الشخص اللي انتوا معاه ده شخص تقيل قوي، شخص ما بيعبرش عن المشاعر، وان هو يعني مش عاوزكم. مثلا ان هو في يمكن خلافات مادية برضو للبعض منكم، يمكن انت رفضت الشخص ده بسبب اختلافات مادية، او انه طلب منك مثلا علاقة جسدية. يعني في خلاف ما حصل ما بينكم، شيء يعني انتوا بتحبوا بعض جدا، لكن في شيء انتوا مختلفين عليه، والشيء ده مبوظ علاقتكم. يعني رفض اهل، فروقات مادية، هو مثلا عايز علاقة جسدية فقط، حاجة كده يعني. ففي شيء انتوا مختلفين عليه، والشيء ده هو اللي مبوظ علاقتكم، وانت متضايق قوي وحزين جدا بسبب ان انت والشخص ده مش بتتكلموا. اعتقد ان القراءة دي مكملة للقراءة واحد للبعض منكم، حاولوا ان انتوا ترجعوا تسمعوها. هنا بيقول لك very soon، حاول تاخد قرار واضح وصريح وتحدد انت عاوز ايه، لان الشيء اللي انت هتحدده هيجي لك وبسرعة. شفت انا قلت لك، هنا بيقول لك religious factor، في هنا اختلاف اديان، او في حاجة قوية عقبة في سبيل ان انتوا تكملوا العلاقة دي، في حاجة واقفة في حبكم، اختلاف دين، رفض اهل، اختلاف عقائد، اختلاف مادي، في فرق شاسع ما بينك وما بين الشخص ده، حاجة كبيرة، يمكن هو متزوج، حاجة كبيرة واقفة ما بينكم، ومش عارفين ان انتوا تكملوا في العلاقة دي بسبب الشيء اللي واقف ما بينكم ده، والموضوع ده مسبب لك حزن كبير وواصل معاك لدرجة الاكتئاب. الشخص ده بيقول لك انا بشعر بالمسؤولية تجاهك، ومستعد ان انا اعمل اي شيء علشانك، ما تفكرش ان انا لا ابالي، بالعكس موضوعنا ده حمل كبير على ظهري، وانا حتى لو احنا ما بنتكلمش او بعاد عن بعض، او انت حاسس ان انا مش مهتم بيك، بالعكس انا براقبك وبتابع كل اخبارك وعيني عليك اول باول، وبحبك جدا وشايفك توأم روحي، وعندي انجذاب قوي تجاهك، ومش مستعد ان انا اتنازل عنك، انا بحبك بشكل كبير، وما زلت منجذب لك وزعلان زي ما انت زعلان بالظبط، وحاسس بالمسؤولية تجاهك، وبعمل قدر الامكان انه انا اخد خطوة تجاهك، او اكسر الحاجز، او الشيء اللي واقف ما بيننا ده، وعلى الاغلب هو يعني فرق مادي. المهم ان هو بيقول لك الشيء، يعني رسالة الملائكة ليك، انه الشيء اللي انت عايزه هيكون، فحاول تعمل قانون جذب وتفكر وتقرر وتحدد انت عاوز ايه، لان اللي انت هتدعي ربنا بيه هيتحقق. انت عندك دعاء مستجاب،
فالدعوة اللي انت هتدعيها او الشيء اللي انت هتقرره هيحصل في حياتك وقريب قوي كمان، ففكر بسرعة وادعي وحدد انت عاوز ايه. خليني برضو اخد لكم نصيحة من ملائكة من كروت الانجل انسر، طر لكم كارتين بيقولك صلي واطلب من ربنا واطلب من الملائكة، وانت عندك اعتقاد بان الشيء اللي انت عايزه مش هيكون، وبتدي لنفسك افكار سلبية وافكار محبطة، وبالتالي بتجذب الاحباط لحياتك، فمحتاج ان انت تلغي الافكار السوداء والافكار السلبية دي من حياتك وتستبدلها بافكار ايجابية، لانه قانون جذب الشيء اللي انت هتركز عليه وهتفكر فيه هتجذبه لحياتك، فحاول ان انت تلغي الافكار السلبية دي من حياتك. ما قلتلكوش الابراج، في هنا برج الحوت، برج الجوزاء، الاسد، طاقات نارية وترابية، الشخص ده مستنيك وبيراقبك وبيفكر فيك بشكل كبير، قريب قوي ان شاء الله هيكون في فرصة ما بينكم، لكن انت محتاج انك تشتغل على قانون الجذب. لو عجبتكم القراءة دي وحابين تكملوها بقراءة خاصة هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف، ابعتوا على الواتساب. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده، ونروح بعد كده للاختيار الثالث، الناس اللي اختارت الحجر الأخضر واختارت الكروت دي والحروف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف خير بإذن الله. أوكي. الطاقة بتاعتك، انت في طاقة متوازنة على فكرة، وفي طاقة جميلة، ويمكن شوية بتزبط اموالك او تركيزك كله على العمل والاموال وجمع الفلوس، يمكن برضو لبعضكم انت والشريك ده بتشتغلوا مع بعض او في بيزنس او عمل مشترك ما بينكم او شيء مادي ما بينكم للبعض منكم. anyway كل اللي يهمك دلوقتي الفلوس، تحسين وضعك المادي، العمل والاموال، ويعني اكيد بتفكر في الحب وكل شيء، لكن مش مبدي الحب او مخلين هو ياخد جزء كبير من حياتك، فانت في طاقة متوازنة وتركيزك على حياتك العملية والمادية هو الاكبر في الوقت الحالي. في طبعا تخاطر قوي ما بينك وما بين الشخص ده، لكن انا بشوف ان في هنا يعني يمكن انتوا اتفقتوا ان انتوا تحولوا العلاقة دي لصداقة، لعلاقة بيزنس وعمل، يعني في قطيعة هنا واتفاق ان انتوا يعني العلاقة اللي ما بينكم تكون شغل بس، او حتى قطعتوا مع بعض وبتتواصلوا عن بعد وكل تركيزكم على حياتكم العملية فقط. anyway الشخص ده بيقول لك انه حتى لو هو بعيد عنك، حتى لو هو دخل في علاقة جديدة، فهو ما زال مهتم بيك، ما زال مش عارف يشيلك من دماغه، وما قابلش حد زيك. يمكن بيمثل عليك ان هو مش مهتم، وبيمثل عليك ان هو مبسوط وان هو ناجح وان حياته مستقرة، لكن العكس تماما، حياته مش مستقرة زي ما هو بيبين لك ولا زي ما انت فاكر. بيقول لك يجوز انا مشغول مسافر، لكن ده مش معناه ان انا ما بفكرش فيك وان انا ما براقبكش من وقت للتاني، انا بس ببين لك انه الموضوع انتهى وان انا مش مهتم، لكن انت في بالي في كل لحظة وانا بفكر فيك بشكل كبير. هنا بيقول لك اسمح لقلبك ولروحك ان انت تفكر بطريقة مختلفة، او ده اللي انا كنت بقوله لك دلوقتي. انت حاطط مثلا توقعات ان الشخص ده مبسوط، انه سعيد من غيري، انه عايش حياته، وان انا خلاص هو نسيني ما بين يوم وليلة، انا ما كنتش مهم بالنسبة له زمانه دلوقتي مبسوط ومعرفش، وعملت غيظ في نفسك وتضايق في نفسك وتحط توقعات، ده مش حقيقي. بيقولك محتاج ان انت تفكر بطريقة مختلفة وما تحطش توقعات، سيب الامور كده تمشي زي ما هي وما تتوقعش اي شيء. هنا كمان بيقولك forgiving and learning، محتاج ان انت تعمل تسامح وتطلع من العلاقة دي بالدرس المستفاد، ما تخليش مثلا عندك فكر انتقامي او منتظر مثلا ان الكارما تتحقق للشخص ده
لو هو أذاك في شيء لأن ده تفكير مش صح. حاول إنك تعمل تسامح، تكون open mind، وتسيب الأمور تمشي بالتدابير الإلهية وزي ما ربنا عايز مش زي ما أنت عايز، لأن أكيد تدابير ربنا أحسن من تدابيرك 100,000 مرة. فالشخص ده مخادع وهو بيقول لك يعني أنا بفكر فيك، وحتى لو إحنا ما بنتكلمش خالص أو بعاد عن بعض أنا لسه مهتم بيك وحياتي ملخبطة على عكس ما أنت فاكر. كل تركيزي دلوقتي على الشغل وجمع الأموال وإن أنا أحل مشاكلي، أنا مش عايزك إن أنت تعرف أي حاجة عن مشاكلي أو أي حاجة عن حياتي، لكن أنا بفكر فيك بشكل كبير ومستنيك كمان إن أنت تكلمني. طيب خلينا ناخد كارت من الأنجل أنصر. في هنا برج الميزان، برج الدلو، برج العذراء والحمل، الدلو كمان مرة، طاقات هوائية ونارية وترابية، أقل حاجة المائية. فخلينا نشوف الأنجل أنصر هينصحكم بإيه. Don't stop، ما توقفش، بيقول لك في خلال الأشهر القليلة القادمة، فخليك متفائل وخلي عندك أمل وحدد برضو أنت عاوز إيه، وإن شاء الله في خلال الشهور اللي جاية في شيء كويس هيحصل ولصالحك. أعتقد برضو لبعضكم القراءة دي ممكن يكون ليها علاقة بالمجموعة التانية، لو حابين تسمعوها ممكن ترجعوا تسمعوها، يجوز لبعضكم يكون ليكم شيء فيها أو تكون كلها منطبقة عليكم على حسب، لو حابين تقدروا ان انتوا تسمعوها. ده كان بالنسبة لكم، اللي منكم حابب يكمل القراءة دي بقراءة خاصة هتلاقوا وسائل التواصل في صندوق الوصف تقدروا ان انتوا تبعتوا على الواتساب. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وكل سنة وانتوا طيبين، بتمنى لكم كلكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.